مختلف من اول 2013. ريفت 2013 نزلوا اصدار فيه الثلاثه مع بعض، لان هم لقوا ان الشغل واحد. ممكن يكون واحد بيشتغل ام اي بي وفي نفس الوقت بيشتغل ريفت اركتكشر وفي نفس الوقت بياخد حاجات من ريفت استراكشر، فراحوا مخليين الكلام على ايه. احنا بنشرح برنامج الريفت وبنشرح الفلسفه بتاعته او الفكره بتاعته اللي هي البي اي ام. الكلام دوت لو في ناس شغاله في الاستشارات الهندسيه او المقاولات في الام اي بي، تمام. فدلوقتي من 2013 و2014 بقى في نسخه ممكن تنزلها، تمام. في نسخه ممكن تنزلها، مفيش مشكله يا باشمهندس. في نسخه ممكن تنزلها تلاقي فيها الثلاثه مع بعض، وممكن تنزل الريفت ام اي بي لوحده وريفت اركتكشر لوحده وريفت ستراكشر لوحده، يعني حسب ما انت عايز. عايز تنزل الثلاثه مع بعض موجوده على الموقع اوتوديسك، ممكن تنزله طوالي، او ممكن تروح منزل ريفت ام اي بي وتشغل بس على ريفت ام اي بي، تمام. بيفيدنا في ايه برنامج الباي برنامج الريفت؟ برنامج الريفت بيعمل لنا موديل كامل للمبنى، بيعمل لنا موديل كامل للمبنى. لا اللي مزعج كاد دي حاجات كتير احنا لسه قايلينها من شويه، تمام. وان شاء الله تلاقي المحاضره مسجله، بس هي باختصار الكاد بيعملها لنا 2 دي وما بيديناش صلاحيات كتيره جدا. الريفت بيدينا صلاحيات كتيره جدا، هنشوفها دلوقتي في الباوربوينت. في مشروع معمول انشائي ومعماري فعلا وهنعمل عليه الام بي، بس مش المحاضره ديت، المحاضرات الجايه ان شاء الله. يعني المحاضره الجايه دي، المحاضره دي اعتبرها تعارف، يعني بتعرف على حضراتكم ان شاء الله ونتعرف على البرنامج، تمام. طيب انا هكمل دلوقتي موضوع الباوربوينت، تمام. كان في باوربوينت بدأناه قبل الريست، هنشغله دلوقتي ونبدأ نشوف في الموضوع مع بعض. وفي برضه مراجعة، ان شاء الله يبقى في شغل توزيع كهرباء بإذن الله. المحاضرة ان شاء الله هتلاقوها مسجلة وهتلاقوها على موقع ملتقى الدارين، تمام. فان شاء الله ما فيش حاجة فاتتكم بإذن الله، تمام. طيب هنبدأ نكمل. كان في مشاكل موجوده في الاوتوكاد، فعشان كده بدا ظهر الريفت. من ضمن المشاكل اللي موجوده في الاوتوكاد ان انت كنت بتشتغل وتفاجئ ان المعماري بيعمل حاجه وانت مش واخد بالك، ما تعرفش غير بعدها باسبوع مثلا او تاني يوم او ثالث يوم. انما احنا كلنا شغالين مع بعض، فبتحس بالحاجه في ساعتها. يعني جاست ان انت مثلا عملت سنكرونايزيشن او سيف، بتلاقي ظهر لك كل الشغل بتاع المعماري والاستراكشر، تمام. طيب من ضمن المشاكل ان كان المعماري بيشتغل بادوات والاستراكشر بيشتغل بادوات والام اي بي بيشتغل بادوات، فما كانش في تنسيق بينهم. دلوقتي لا، الريفت بتقدر تشتغل عليه كلنا مع بعض وكلنا شايفين شغل لبعض. دي من ضمن المشاكل اللي موجوده ولسببها الكاد، ان انت مش شايف شغل حقيقي، فعمال تكتب ابعاد بس مش حاسس بيها. يعني بتكتب متر ونص، مش واخد بالك متر ونص ده تبقى قد ايه؟ مترين، 3 متر، تمام؟ فانت مش شايف حاجه قدامك. يعني حصل مهندس زميلي انشائي بيصمم بيته وصمم سلم عكسي، يعني خلى ان انت تدخل من الباب تلاقي ظهر السلم وتنفذ فعلا كده، تمام؟ فلان هو مش شايف، وقع في الغلطه ديت. انما لو موجود بالريفت وبيعمل سكاشن، السكشن في الريفت بيتعمل بسهوله جدا زي ما هنشوف ان شاء الله، هتلاقي الموضوع هتاخد بالك من كل المشاكل اللي هتحصل. دي برضه مشكلة، هو كتب الارتفاع 2 متر ونص مثلا، ما هو مش واخد باله الارتفاع ده هيبقى قد ايه. انما في الريفت انت ممكن تتخيل الحاجة بالظبط قد ايه، مجرد انت تاخد سيكشن هتشوف الحاجات معمولة ازاي، تمام. دي ما اعتقدش انها غلطة، دي حاجة مشكلة خالص يعني، تمام. هو ممكن يكون عمل البلكونة وبعد كده سدها، يعني نحسن الظن ما نقولش انها مشكلة كده، تمام. الكاد لو انا اديت الصوره دي لحد مش متخصص مش هيقدر يفهم ايه ديت، فهقول له مثلا ايه رايك في التصميم ده؟ هيقول لي اه جميل 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 ويعديها. انما لما اشوفها في الريفت 3 دي هيحس ان هو جوه المبنى، فيقول لك لا والله انا عايز الترابيزه دي تيجي يمين شويه، لا انا عايز كرسي زياده، انا عايز الحاجات دي، فيبدا يعدل الحاجات بدل ما تصمم وفي الاخر يقول لك هد واعمل. في اماكن كتيره كده، بعد ما تعمل مثلا ترابيزات وتصمم وتعمل وتصرف فلوس كتير على الديكور، الراجل يقول لك لا مش هو ده الشكل اللي انا متخيله، فاضطر تهد وتعمل تاني، تهد وتعمل تاني، ودي تكلفه جامده. انت ممكن تعمل مبنى زي ما انتم شايفين، وده سهل جدا ان احنا نعمله في الريفت ان شاء الله، تمام.
الريفت ليه؟ الريفت لان هو بيعتمد على تكنولوجيا البي اي ام، فيوفر لنا حاجات كتيره جدا. تمام، تكنولوجيا البي اي ام مش ريفت بس، في برامج تانية زي جرافيك سوفت، زي بنتلي سيستمز اللي من الميكرو ستيشن، في ادوات كتيره جدا، بس هو الريفت ان شاء الله من افضل البرامج ديت. تمام، البي اي ام بيخلي كله يتصل ببعض، الاركتكشر يتصل بالسيفل، يتصل بالاستراكشر، يتصل بالام اي بي، بالبيلدر، بالونر، منظومه كامله، فبتطلع الشغل 10 10 ان شاء الله. دي بعض الاشكال اللي ممكن برنامج الريفت يعملها بسهوله جدا. هتلاقي ان في صور حقيقيه، هو اللي انت بتعمله في الريفت هو اللي بيتعمل في الواقع، ما فيش اي اختلاف، انما قتل حكاد وقتل اللي موجود في الموقع هتلاقي ده غير ده خالص، هتلاقي في اختلافات رهيبه بين الاثنين. لذلك بتعمل حاجه اسمها اسبلت بعد ما بنخلص شغل، يعني اول مرحله في الشغل بتاعنا ديزاين. تمام ماشي ان شاء الله. اول حاجه في الشغل بتاعنا ديزاين، وبعد كده بنعمل شوب دروينج. الديزاين بتبقى مجرد بس ايه، مجرد ناخد ترخيص، حاجات بسيطه جدا. الشوب دروينج بحط التفاصيل كلها والارتفاعات والسبورتات والابعاد بينهم وكل حاجه. المرحله اللي بعد كده بعد ما بنفذ الشغل فعلا، بعمل حاجه اسمها لوح اسبلت، بحيث ان انا احط الشغل الحقيقي. بتلاقي فرق كبير جدا بين شغل الشوب دروينج واللي العمال نفذوه. ليه؟ لان هو بينفذ بيلاقي حاجات غير اللي انت عامل حسابك فيها، فبيغير التصميم نفسه. انما في الريفت لا، غالبا الفرق بين الشغل والاسبلت بيبقى حاجه بسيطه جدا، يعني بتاخد اللوحه تعمل تعديله او اتنين تلاقي خلاص لوحه الاسبلت. او ده مثلا ده برنامج معمول، هتلاقي الجزء دوت معمول بالريفت وده في الواقع، بتلاقي الاتنين تيبيكال من بعض. برنامج الريفت مش اوتوكاد بس، اوتوكاد بيعمل لي ايه؟ درافت، بيرسم. انما هنا لا، ده بيعمل لي تحليل، بيجيب لي بيعمل لي دوكيومنتيشن، بيبدأ يديني حصر للحاجات، بيديني معلومات كويسة جدا، بيغني عن حاجات كتيرة جدا. يعني بدل ما انا مثلا بستخدم معاه الوورد والاكسل وكل الحاجات دي، ممكن اوفرها واعملها كلها في برنامج الريفت زي ما هنشوف. ده لوحة برضو معمولة، الريفت ممكن يعملها بسهولة جدا. البي اي ام بيلدينج انفورميشن موديلنج، بتلاقي فيه حاجات كتيرة جدا، منها أشهر حاجة البرنامج الريفت، برنامج السيفل 3D ده لو أنت بتعمل موقع عام، برنامج نفس ووركس، وإن شاء الله ده الشرح برضه في الكورس بإذن الله. تمام، وده من أهم البرامج. برنامج ريفت ام اي بي ده اللي احنا بنشرحه دلوقتي. طيب الأوتوكاد بيعمل ايه من دوت؟ هو بيعمل درونج بس، ما بيعملش اسكادولات. كنا بنعمل اسكادولات لا اما اكسل لا اما بنعملها على الاوتوكاد، بس مش متفاعله خالص، مجرد كاتب ارقام وخطوط. بيديني الصور بطريقه اشيك واجمل بكتير، بيعمل لي موديل. الريفت بيعمل حاجات كتيره جدا غير الاوتوكاد، الاوتوكاد محصور في الدروينج بس. البي اي ام بيخليك تتصل بكل دول، المعماري والانشائي والسيفل والانتريور ديزاينر، كل دول بيبقوا متصلين معاك. طيب لو احنا اتكلمنا ان الاول عندي نقطه، تمام، لاين، سيكوال. السيكوال ده ممكن نقدر نقول ان هو ده الاوتوكاد، بدانا في موضوع الاوتوكاد. الكيوب يبقى انا بدات اعمل مبنى 3D. تمام، بعد كده نبدا بقى نخش بقى في موضوع البرامج التانية اللي بعد كده. نفس وركس بيبدا يديني اشكال مجسمه اكتر. لو احنا حاولنا نشرحها كده في مثال طريف، 1D اللي هو يعني زمان كان رمح ويرمي، فهو قدامه بس ايه، في اتجاه واحد اللي هو الاكس. بعد كده بقى في عندي اللي هي الزراعه ال2D، بقى اكس وواي. ال3D بدأ يحس بارتفاع التالت. تمام، انا مش موافق على المثال دوت، بس هو ده يعني اقرب مثال للموضوع. هذا هو المبنى، ده اللي تحت ده شغل الكاد. تمام، ما حدش فاهم منه حاجه، انما لما بتحوله الريفت بيبدا الحاجه 3D وتبدا تحس بيها. تمام، ده مبنى مصمم وده التنفيذ بتاعه. ده شكل المبنى، المباني اللي احنا ممكن نعملها بسهوله جدا. الموضوع بسيط، ده حاجه اظن كان برنامج بقى ايام. طيب نبدا ندخل بقى في الريفت. ريفيت يعني ريفيز انستانتلي، ريفيز انستانتلي.
يعني عيد تكوين نفسه بشكل متوافق. مستر ريفيت، مستر ريفيت، تمام. ان انا لو رسمت حاجه في البلان اوتوماتيك هتتغير في السكشن، لو رسمتها في السكشن او عدلتها في السكشن هتعدل في البلان وهتعدل في الاسكادولات، فكله مرتبط ببعضه، تمام. طيب لو انا استخدمت الريفت، ايه الميزه؟ يعني انا هبدا اتعلم برنامج جديد، ايه الميزه؟ هيزود لي الكواليتي بتاعتي ويقلل التكلفه ويبقى اسهل في التعديل، يعني التعديل فيه سهل جدا عكس الكاد. هنشوف مع بعض ازاي ان التعديل اسهل جدا من الكاد، والشغل نفسه اسهل. يعني انت لو كاد بدأ بترسم عليه تقدر ترسم خط وتعمل الاوفست وتبدأ ترسم خط تاني، وبعد كده عشان ترسم الكوع ده فيها قصة لوحديها، انما في ريفيت هتلاقي الموضوع كله بيتم بسلاسة تامة. طيب دي نبذة تاريخية ان هو اتعمل، بدأوا يفكروا فيه سنة 97، اول اصدار كان سنة 99. طبعا احنا قاعدين كل ده مش حاسين بيه خالص. الشركة بقى اسمها ريفيت سنة 2000، 2002 اوتوديسك اشترته وبدأت تطور فيه، تمام. الريفيت از نوت ماجيك، هو مش سحر، هو بس يعني حاجة بسيطة جدا وتعلمها ان شاء الله اسهل من كاتب كتير، تمام. كأن دي صورة طريفة ان انت وانت بتشتغل على الريفيت كأنك بتعمل لعبة بازل، بتبدأ تحط الحاجات كده تلاقي المبنى كله بيبدأ يتشكل، تمام. الدقة بتاعته جميلة جدا، يعني بالنسبة يعني قليل أول ما حد بيعمل موضوع الدقة ده في الـ MEB، بس لذيذة. يعني في شركة كنت شغال فيها فخرجنا لوحة بلان وجنبها لوحة سيكشن ولوحة ديتيل للحمام ولوحة 3D ولوحة عملناها بالشكل دوت، إن هو شاف المبنى حقيقي فأبهر الزبون. بدل ما كنت بديله لوحة 2D وخلاص، لا أنا عملت له سيكشن 3D وهنشوف ازاي سهل ان هو يتعمل، وعملت له حاجه، عملت له حاجه اسمها ريندر، فالموضوع بقى قدامه شكله جميل جدا. حاسس ان في فرق كبير جدا بين الشغل القديم والشغل دوت. الريفت هيوفر له وقت كتير جدا في الشغل بتاعي، زائد ان كل الاسكادولات والحاجات دي كلها اوتوماتيك بتتعدل، تمام. هي الريفت هيوفر لي وقت كتير جدا في الكوردينيشن، تمام. ده دي بعض المباني اللي اتعملت بالريفت، ده شغل الريفت او شغل بي اي ام عموما. فبتلاقي صور جميلة جدا، يعني ده شغل الكاد اللي تحت دوت، وده اللي فوق ده شغل برامج البي اي ام، تمام. ده شغل الكاد وده شغل البي اي ام، فطبعا في فرق بين الصاله والصوريه، ماشي. التصميم اسهل وادق وحاجه بتبقى حاجه هتتنفذ فعلا. يعني انا ممكن دلوقتي لو انا شغال كاد اخلي الماسوره تمشي عكس الاتجاه وانا مش واخد بالي واخليها تخبط في حاجه تانية وما اداش الارتفاع المطلوب بتاعها، لا هنا هصمم تصميم جميل جدا وشكله هيبقى مبهر ان انا اعمل له حاجه 3D، تمام. دي اكبر ميزه في الريفت، ان انا لو عدلت في ال 3 دي هيتعدل في البلان اوتوماتيك، لو عدلت في البلان هيتعدل في ال 3 دي وتعدل في السكشن وتعدل في سكادولات، كله مرتبط ببعضه، كله منظومه واحده. تفاصيل بتاعت المبنى، اي حته ممكن تعملها تصاميم بسهوله جدا. دي بعض المشاريع معمولة بالريفت، تمام. او ده دي مثلا الصرف مثلا والتغذية، ان شاء الله الحاجات دي مع بعض كلها نعملها بإذن الله. في بعض الصور هنا انا كنت اللي عاملها، وفي بعض الصور كنت محملها من على النت. في البرنامج ممكن يعمل لي حسابات، يعني مش مجرد برنامج رسم وخلاص، لا انا ممكن اخليه يعمل لي حسابات يغني عن بعض البرامج الحسابية،
في برضو لو في اي مشكله هينبهني ليها. يعني هنا نبهني المشكله في ايه، هنا الضغط ده مش واصل بده، ما فيش كوع موجود، مجرد ان الكوع اتلغى راح هو نبهني الموضوع ده واتعمل لي ايرور هنا. تمام، هنا برضو لا في مشاكل بدأ ينبهني ليها. هو بيعمل لي سكادولات بطريقه جميله جدا، ان انا اقول له ممكن اعمل لي حصر للشغل كله، يبدأ يعمل لي حصر فيوفر له وقت كتير، وفر له وقت رهيب جدا، لان ممكن بعد ما انا عملت الحصر على يعني لو انا شغال اوتوكاد وعملت الحصر على الاكسل، اعدل حاجه في الاوتوكاد وانسى اعملها في الاكسل، او الغي حاجه او اعدل، اضطر اعيد الشغل تاني. لا هنا اوتوماتيك هو هيعدل الاسكادولات على طول، زائد ان هو مش اسكادول ثابت، لا ده انا بعدل زي ما انا عايز، اختار الشكل اللي انا عايز واظبط زي الشكل اللي انا عايز. هنا مثلا كنت بنحدد الموقع اللي انا هشتغل فيه، فقلت له هنا مدينة القاهرة، دخل على جوجل ايرث وحددت المكان. بمجرد ان انا حددت المكان هو خد المعلومات بتاعت الحرارة والرطوبة وكل المعلومات وسجلها في البرنامج عشان يعمل لي شغل هندسي مظبوط. هو كل ده بس انا مشوقه للبرنامج، وان شاء الله نبدأ ايه نرسم الحاجات دي بإذن الله. تمام، ممكن تحدد الاسلوب، تعمل شغل الصرف مظبوط، تعمل ليجنت زي ما انت عايز. زي هنا، هنا انا عملت حاجه ان انا قلت له مثلا الضغط لو كميه سي في ام بتاعته مثلا من 1000 ل 2000 اديها لون، كميه سي في ام من 500 ل 1000 اديها لون تاني. تمام، فليه ان انا اظبط الوان جميله جدا للشغل واخلي الشغل بتاعي شكله شيك. هنا ممكن اعمل سيكشن بسهوله جدا، في ثانيه واحده اعمل سيكشن ما بياخدش منه وقت خالص. ده مبنى معمول على برامج البي اي ام، وده لما تنفذ حقيقي فهتلاقي مفيش فرق كبير بين الاتنين، وده نفس الفكره اللي بتعمله بتلاقيه هو نفسه هو. بنلاقي حاجه اسمها فاميلي، تمام دي هنتكلم عنها برضو بالتفصيل، هي عامله زي البلوك. تمام، عامله زي البلوك. البلوك كان عباره عن ايه، مجموعه من العناصر مرتبطه ببعض. كان في الكاد عندي حاجه اسمها بلوك، تمام عندي حاجه اسمها بلوك، كنت ممكن مثلا عندي اي عناصر، ولكن مثلا خلينا نتكلم في كرسي، مثلا عندي كرسي فيه تفاصيل كتيره، فبدل ما اقعد ارسم خط خط وكل ما اجي ارسم كرسي اقعد ارسم الخطوط تاني، لا كنت بعملهم مجموعه مع بعض واسمي دي عباره عن بلوك. تمام، ففي الريفت لا بقى عندي حاجه اسمها فاميلي. ليه سموها فاميلي؟ ليه سموها فاميلي؟ يعني لو فهمنا الاسامي بنعرف جت منين، فبتلاقي الموضوع سهل غير ان احنا نحفظ. الفاميلي عباره عن ايه؟ هي عباره عن بلوك بس سمارت، عباره عن حاجه ذكيه جدا. الفاميلي جه اسمها منين؟ جه اسمها من ان انا لو عندي مجموعه عناصر، تمام؟ في الريفت بتبقى فاميلي، يعني ليهم صفات مشتركه وكل واحد ليه صفات مختلفة، زي العيلة، احنا عندنا عيلة كلهم عينهم خضرة لأن هم كلهم الأب والأم واحد، فليهم صفات مشتركة. إنما كل واحد فيهم ليه صفات خاصة بيه، واحد مثلا شجاع، واحد كريم، واحد بيحب الخير لإخواته، واحد بيحب يعمل مقالب، فليه صفات خاصة بيه. فهي الفاميلي عبارة عن كده، مجموعة البلوكات دي لما برصهم جنب بعض ليهم صفات مشتركة، وممكن أغير الصفات المشتركة دي مرة واحدة. يعني خلينا نتكلم مثلا على التكييف، ممكن يكون عندي كذا اير هاندلنج يونت موجوده وعايز اعدل واحده فيهم، ممكن افعل واحده فيهم واعدل الخصائص بتاعتها، اصغر مثلا المخرج بتاع الريتيرن، اكبر المخرج بتاع السبلاي، وممكن اغير الصفات بتاعتهم كلها مره واحده. تمام، دي بالنسبه للفاميلي. الفاميلي هي عباره عن البلوك بس اذكى منه، اذكى منه بطريقه جامده جدا. انا اول مره اتقابل برامج اللي هي البي اي ام دي كنت شغال في لوحه كاد داخل اعمل حاجه فيها، فلقيت حاجه غريبه. لقيت عندي حيطه، تمام، وفيها باب، اول ما اشيل الباب الحيطه تكمل. تمام، فاستغربت، الكلام ده كان في 2006، فاستغربت اسال الناس اللي حواليا مش عارفين، لان البلوك ما بيحسش باللي حواليه، انما لان المشروع كان معمول بالريفت وصدروه للكاد، فالخاصيه دي لسه موجوده فيه. ان انت لو حطيت الباب ده على اي حيطه هو اوتوماتيك يفتح الفتحه بتاعت الباب، يعني يقطع حته في حيطه، بينما يدوي في الكاد كنت بضطر اقعد اعمل تريم وابدا اظبط الحاجات واخلي شكلها حلو. هو اوتوماتيك كان بيظبط الشكل ده، ريفت معمول عشان يفضي ذهنك للتصميم، ما تشغلش بالك بان انا هعمل كوع قد كده وان انا عايز اكبر كذا وان انا عايز
ان انا في حته مثلا عايز اعمل لها اوفست، لا ركز على التصميم. الشغل نفسه الضغطات بترسم بسهوله، الكيبل تريب بترسم بسهوله، البايب بترسم بسهوله، الشغل كله بترسم بسهوله. عايزين تصميم حلو، هو عمل اللي عليه وجاب لك جاب لك احسن حاجه موجوده، فانت كل اللي عليك ان انت تركز في التصميم. تمام. فانا لما لقيت الحاجه زي كده استغربت، فبدات اسال، فعرفت ان في حاجات غير الاوتوكاد. فبدات اصلا بقيت مستغرب ان البلوكات حسب اللي حواليها، مش مجرد ان خطوط مرسومه وخلاص. تمام. دي بعض البرامج ممكن ننزل منها الفاميلي، زي فاميليات، ده اشهر موقع اللي اسمه سيك دوت اوتو ديسك دوت كوم. ماشي. دي حاجه اسمها ورك سيت، دي هنتكلم عنها بالتفصيل. دي عباره عن ان انا انظم الشغل. الاوتوكاد كان كل لوحه اوتوكاد لوحديها، الريفت لا، الريفت ملف واحد وبنشتغل كلنا عليه. تمام. ملف واحد وبنشتغل كلنا عليه. الكاد كان كل دور في لوحه، فانت ممكن ترسم رايزر في الدور الاولاني وتنسى ترسمه في الدور الثاني، او تحركه يمين شويه في الدور الاولاني وتقول انا هطلع احرك في الدور الثالث عشان هو الرايزر اصلا بيدي للدور الثالث، تنسى تحركه في الدور الثاني. هنا لا، هنا كل اللي هو موجود في مشروع واحد، فمجرد ان انت حركت حاجه في الدور الاولاني، الرايزر حركت في الدور الاولاني، هو هيتحرك في الدور الثاني والثالث والرابع وكل دور مره واحده. والبريت اللي هي التزامن، ان انا بظبط شغل ان كلنا نحس بشغل بعض في نفس الوقت. الموضوع ده هنتكلم عليه بالتفصيل. هنا ممكن ان احنا نشتغل واحد يكون في القاهره وواحد في السعوديه وواحد في امريكا وواحد في اليابان، كلنا نشتغل نفس المشروع في نفس الوقت. تمام. طبعا لما بتبقى كلنا شايفين شغل بعض، كل ما بيبقى الشغل انضف واسرع واحسن. دي جوده الصور في الريفت، لو انت عايز تعمل لها رندر مش محتاج ان انت تصدرها ل 3 دي ماكس. في الاصدارات القديمه للريفت ما كانتش درجه بالوضوح دي، فكنا بنصدرها للماكس، لا هنا على طول اوتوماتيك. تمام. دي ماوس لذيذه جدا، بتسرع شغل على برامج 3 دي زي برنامج الريفت او 3 دي ماكس. تمام. التصميم هيبقى سهل جدا، هيتركز على التصميم وتنسى موضوع ان انا عايز ارسم كيبل تري، عايز ارسم الضغط مقاس كذا، لا بيديك ادوات توفر لك الوقت جامد. ان شاء الله الباور بوينت دي هترفع على الموقع ان شاء الله، فما تقلقوش، ده موقع الضرير ان شاء الله. تمام. طيب لو احنا قلنا دلوقتي ان احنا هنشتغل على برنامج الريفت، الصورة ظهر عندك كده، صورة البرنامج ظاهرة. تمام. طيب احنا لما نيجي نبص على برنامج الريفت، دي الواجهة بتاعت برنامج الريفت. تمام. طيب لما نيجي نبدأ نبص كده عليها، بلاقي في كذا جزء، بلاقي في جزء اسمه بروجكتس، ده الخاص بالمشاريع. بلاقي هنا اخر مشاريع انا اشتغلت عليها، اخر مشاريع انا اشتغلت عليها، مجرد ان انا ادوس عليها افتحها لي زي ما كان موجود في الاوتوكاد. كنت بتدوس كده كان بيعرض لك اخر مشاريع او اخر لوح اشتغلت عليها. تمام. في الاوتوكاد كان بيعرض لي اخر لوح، لان كان كل دور او كل حاجه لوحه، تلاقي تكييف الدور الاولاني في لوحه، تكييف الدور الثاني في لوحه، كهربه الدور الثالث في لوحه. عفوا. هنا لا، مجرد ان افتح المشروع فبيفتح لي كل الادوار، بيفتح لي كل التكييف والصحي والكهرباء كله في نفس اللوحه. تمام. طيب لو انا عايز افتح مشروع بقول له اوبي، وابدا اختار المشروع اللي انا عايز افتحه. خلي بالك هو بيفتح مشروع ايه، بيفتح ريفت، الريفت الامتداد بتاعه ار في تي، ار في تي ريفت اختصار كلمه ريفيز انستنتلي، يعني عيد تكوين نفسه بشكل متوافق. الامتداد بتاع المشروع فيه ار في تي، يعني كلمه ريفت بس هو شال منها الحرف المتحركه. بلاقي عندي حاجه اسمها فاميلي فايل، فاميلي اتفقنا ان دي البلوكات بس في الريفت، في الريفت بنسميها فاميلي على اساس ان هي كلها عباره عن عيله واحده، بس في صفات مشتركه بينهم وفي صفات مختلفه. بلاقي عندي حاجه اسمها اوتو ديسك اكسشينج فايلز، امتداد اي دي اس كي، اي دي اس كي. تمام. دي عباره عن ملفات وسيطه بين البرامج، يعني لو انت عايز تصدر ل 3 دي ماكس او كذا، بتاخد المشروع تسيبه اي دي اس كي فيتفتح على كل البرامج اللي هي بتشتغل في 3 دي. تمام. ده امتداد خاص ببرامج الاوتو ديسك. لو ملف تمبليت، عايزين نعرف يعني ايه
تمبليت، الامتداد التمبليت ار تي اي. تمام، طيب حد ممكن يكتب لنا كده يعني ايه تمبليت؟ انا عارف ان كلكم ان شاء الله المحاضره كلها ما حدش يقلل حاجه، كل حاجه ان شاء الله تترفع على اليوتيوب وعلى على الدارين، فما حدش يقلل في حاجه خالص. كل حاجه ان شاء الله ترفع. تمام، ايوه تمام، الله ينور. قالب جاهز او نموذج، بمعنى اصح ايه يعني، نحاول نوضح الفكره. انا باشمهندس رامي، تمام، قالب جاهز. تمام، طيب احنا دلوقتي لو قلنا تمبليت يعني ايه؟ تمبليت يعني ملف حط في الاعداد بتاعتي. يعني خلينا نشوفها في الكاد، في الكاد نقرب الفكره قوي. في الكاد كان عندي حاجه اسمها تمبليت، كنت بحط فيه الليارات بتاعتي مظبوطه، كنت بحط فيه البلوكات بتاعتي اللي انا بستخدمها على طول، كنت بحط فيها الاعداد بتاعتي، اليونت ببدا اظبطها بحيث لما ابدا مشروع ما ابداش من الصفر، لا ده انا ببدا بلاقي الليارات بتاعتي مظبوطه. تمام، فده ملف التمبليت، وده برده مش موجود في في الوورد، مش موجود في الاوتوكاد والريفت بس، لا هتلاقيه موجود في في الوورد وفي الاكسل وفي حاجات كتيره جدا. هو عباره عن قالب جاهز بتلاقي فيه الحاجات بتاعتك، يعني في الكاد بتلاقي فيها الليرات. طيب في الريفت، في الريفت ببدا اظبط احط الفهم اللي انا عايزها، بظبط اليونت بتاعتي، بظبط ارتفاعات الكتابه، بظبط المشاورات بتاعتي، كل حاجه ببدا اظبطها في التمبليت. فلو انا هبدا من الصفر، لو انا هبدا من الصفر وفتحت مشروع فاضي خالص من غير تمبليت هتعب قوي. ليه؟ هدور على شكل المشاوره هلاقيها غريبه، ابدا اظبطها، الكتابات هظبطها، لا احنا عايزين نبدا من تمبليت جاهز وتمبليت سهل، وهنشوف ان شاء الله مع بعض ازاي نعمل التمبليت بحيث ان هو يبقى حاجه خاصه بينا، كل واحد يعمل نفسه تمبليت خاص بيه وتمبليت خاص في الشركه يبدا يشتغل منه. تمام كده ان شاء الله. طيب يعني انا دلوقتي لو عايز ابدا مشروع فاضي خالص ممكن اقول له تمبليت، فهيجيب لي ملفات التمبليت ابدا اختار منها. طيب لو انا عايز اعمل انا فاميلي، يعني انا مش عايز اجيب فاميلي جاهزه، لا عايز ابدا اخترع فاميلي، فبقول له فاميلي تمبليت. يعني ايه فاميلي تمبليت؟ يعني انا عايز ادوات تساعدني ان انا ابدا اعمل فاميلي، بدل ما ابدا فاميلي من الصفر لا حط لي الحاجات اللي تساعدني في ان انا اعمل فاميلي. تمام، يعني لو الفاميلي دي مثلا اتحط على الحيطه يجيب لي الاعدادات انها تتحط على الحيطه، فما ببداش من الصفر. بيكون مثلا النيوت مظبطه، الشغل بتاعي مظبط. تمام، طيب لو انا قلت له بروجكت فايل اسهل ما هي كان تجيب منه الحاجات. شوف انت مسطب بالريفت فين، يعني لو مسطب على السي هتدخل على السي، انا مسطب على الاي. تمام، وهتدخل على بروجرام فايل، يعني خش على السي بروجرام فايل اوتو ديسك ريفت 2013. تمام، بروجرام هتلاقي اسمه سيمبلز، هتلاقي الحاجات ديت الامتداد التاني هوت او المسار. خش على السي او الدي او الاي حسب المكان اللي انت مسطب فيه الريفت، بروجرام فايل اوتو ديسك ريفت سواء 2012 او 2013 او 2014 زي ما انت عايز. بروجرام سيمبلز دي بتلاقي فيها مشاريع جاهزه في للريفت، دي اللي هنبدا فيها في الاول لان دي موجوده عندنا كلنا. تمام، وبعد كده ان شاء الله هنرفع المشروع اللي احنا هنشتغل عليه، اللي اساتذتي اللي سبقوني شرحوا عملوه استراكشر وعملوه معماري. تمام، طيب هنرجع لها تاني بس نشوف بقيه القايمه. تمام، يعني دي بروجكت، بلاقي هنا المشاريع اللي انا فتحتها قبل كده، بلاقي اوبن، بلاقي نيو. نيو يبقى انا عايز افتح مشروع جديد، نيو بيبدا يفتح مشروع جديد، بيقول لي حدد التمبليت، يعني حدد اختار تمبليت تبدا منه. طب لو قلت له اوكي يبدا هيبدا من الصفر، هيبدا من الصفر هيطلع عيني، هيبدا بقى يقول لي انت عايز تختار ايه، وابدا اظبط اليونت واحده واحده، وابدا اظبط المشروع، وابدا هياخد منه وقت كتير جدا، فدي ما انصحكوش بيها خالص، لازم تحدد تمبليت تبدا منه، لانك لما تبدا بتمبليت هتوفر على نفسك ان انت تحدد اعداد الطباعه، توفر على نفسك اليونت، توفر على نفسك حاجات كتيره جدا. هو بس يفتح ونقفله على طول.
تمام، ده شكل الريفت. تمام، هنبدا نشوف الحاجات ازاي. بس لو انا عامل تمبليت مظبوط هتلاقي الاسكادولات معموله مظبوطه، هتلاقي الشتات جاهزه، هتلاقي الفاملي جاهزه، هتلاقي حاجات كتيره موجوده. انما لو انت هتبدا من صفر هتتعب جامد، هتبدا تظبط كل حاجه من اول وجديد، وبالذات لو انت لسه بتبتدي في الريفت هتعب جدا. طب اعمل ايه؟ بقول نيو وابدا اختار تمبليت. التمبليت امتزاج بيبقى ار تي اي، تمام، فهتلاقي تمبليت موجود اصلا نزل مع المشروع، ولو ما لقيتش ان شاء الله هنرفعه المدونه. بتلاقي حاجات امتداد ار تي اي، مجرد ان انت تفتحها بتلاقي متظبطه، بتلاقي فيها الفاميلي جاهزه، بتلاقي فيها المقاسات مظبوطه، بتلاقي فيها الاعدادات مظبوطه، فما تتعبش فيها. تمام، ده ملفات التمبليت. طيب لو انا اخترت واحد فيهم مثلا، نختار واحد فاميلي ريفيت ار تي اي، بفرض مثلا ان اخترت دوت، تمام، قلت له اوبي، بيديني اختيارين، بيقول لي عايز افتح المشروع ده كمشروع ولا بروجكت تمبليت. كمشروع يبقى انا هبدا مشروع اشتغل عليه فعلا، يعني التمبليت ده هفتحه وابدا اشتغل عليه، مثلا المول كذا، المدرسه كذا، السجن الفلاني، الحاجه ديت. بروجكت تمبليت يبقى انا هفتحه كبروجكت تمبليت واسيفه كبروجكت تمبليت، مجرد بفتحه عشان ازود الاعداد بتاعتي. يعني وانا شغال اكتشفت مثلا فاميلي جديده هحطها في البروجكت تمبليت عشان ابدا اشتغل عليها، اكتشفت مثلا في اعدادات انا عاملها مش مظبوطه هبدا اظبط الاعدادات. فلو اروح من فاتح البروجكت تمبليت على اساس مش كل مشروع افتحه اعمل الاعدادات دي فيها، لا خلاص انا عملتها في البروجكت تمبليت يبقى مش هحتاج ان انا اعملها تاني، واقول له اوكي يبقى انا كده افتحها بروجكت تمبليت. لو قلت له بروجكت يبقى فتح معايا كمشروع. تمام، طيب نقول له كانسل. ندخل بعد كده على الفاميلي، بلاقي اخر فاميلي انا اشتغلت عليها، تمام، بلاقي هنا الفاميلي بيقول لي اومن، ببدا افتح اي فاميلي انا عايزها، بلاقي نيو لو انا عايز افتح اعمل فاميلي من اول جديد. تمام، هيديك اعداد بحيث تشوف انت بقى عايز تعمل فاميلي ايه. هنا لو انت عايز تعمل ماس، بلاقي عندي حاجه اسمها اوتوديسك تيك. اوتوديسك تيك ده عباره عن موقع تبع اوتوديسك، تمام، الموقع دوت تقدر تحمل اي فاميلي انت عايزها. يعني فرض مثلا ان انت عايز تحمل ولكم مثلا لايتنج، ايوه يا باشمهندس، ايوه يا فندم، ماشي خلاص بإذن الله، ماشي. قاعد من اول فاميلي، ايوه يا فندم، سامح حضرتك، ايوه يا فندم، الو، ايوه يا باشمهندس، مع حضرتك، خلاص هعيدهم ان شاء الله، معلش انا اسف، حاضر، خلاص باذن الله، ماشي يا باشمهندس. لا انا اسف يا باشمهندس. السكرين مش شغاله ولا لا؟ اشغل السكرين، ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب احنا هنكمل موضوع الفاميلي. الفاميلي احنا قلنا ان هي عباره عن بلوكات، في الاوتوكاد كان بنسميها بلوكات، كنا بنسميها بلوكات، هنا بنسميها فاميلي. دي اخر فاميلي انا اشتغلت عليها. يا اما اقول له اوبن واروح مختار الفاميلي اللي انا عايزها، يا اما اقول له نيو يبقى انا كده هعمل فاميلي جديده، بيديني التمبليت اللي انا ابدا منه بحيث ما ابداش من الصفر. بلاقي هنا لو عايز اعمل مس، بلاقي عندي حاجه اسمها اوتوديسك تيك. اوتوديسك تيك دوت عباره عن موقع تبع اوتوديسك، اول ما ادوس عليه بيقول لي انت عايز تنزل اني فاميلي اللي انت عايزها، وليكن مثلا لايتنج، بيبدأ بيجيب لي اللايتنج الموجودة في أي واحدة فيهم بختارها. هو من بينزلها من الشركة نفسها، يعني اللي عامل الحاجة دي الشركة نفسها، فبتبقى حاجة دقيقة جدا، بتبقى حاجة زي الموجودة في الكتالوج بالظبط، زي موجودة في الواقع بالظبط. تمام، فبختار الفاميلي وأقول له إيه، داونلود سيلكتد تو لوكال، يعني أنا عايز أحملها للجهاز عندي، بقول له انا موافق على الاتفاقيه، فبتبدا الفاميلي تتحمل. اي ممكن اقول له اوبن، تمام،
يبقى انا كده حملت الفاميلي، اي فاميلي انت عايزها. الموقع ده مليان فاميلي، بينزل لك الموقع اهوت، هتقول له مثلا عايز الفاميلي دي وتفتحها. الشاشه دي عباره عن ابجريد، الفاميلي دي كانت معموله على اصدار قديم قبل 2013، فهو بيعمل لها ابجريد. تمام، ادي الفاميلي. لو انت عايز تلف حواليها بتدوس شيفت وتدوس على البقره، شيفت والبقره، وتبدا تلف حوالين الشكل اللي انت عايزه. هنقفل الفاميلي. تمام، طيب باجي هنا في الجنب بلاقي دي مجرد زي ادوات مساعده، واتس نيو، ايه الجديد في الاصدار دوت، هيلب، مساعده، بلاقي حاجه اسمها اكسشينج ابلكيشن، دي عباره عن ادوات مساعده ليا، عباره عن ادنس. في الاوتوكاد كان عندنا حاجه اسمها الاثبات، هنا حاجه زي الاثبات بتدي قوه للريفت، يعني الريفت تقوي نفسه، بس هنا بيديله ادوات بتقويه. لو انا في اداه مش موجوده عندي هو بيعملها لي. من ضمن الادوات مثلا على سبيل المثال، ودي اداه هتعجبكم، في اداه كانت بتحط لي الهناجر، يعني بتحط لي السبورتات في المشروع كله، اقول له مثلا حط لي الهناجر في الضغطات او في البايب او في الكيبل تري، هو يبدا يحطها بنفسه. تمام، طيب خلونا نبدا شغل كده، اقول له اوبن واختار مشروع، ولا خلينا نختار حاجه تكون موجوده عندكم كلكم، اللي هو احنا اتفقنا على الاي بروجرام فايل اوتو ديسك، الاصدار اللي انت شغال عليه حسب بقى 2012 او 2014، بلاقي سيمبلز، دي المشاريع اللي موجوده اول ما بتسطب الجهاز. فيهم حاجات فاميلي وفيهم حاجات بروجكت، عشان احدد البروجكت بس هختار اقول له بروجكت، كده جاب لي المشروع. لو انا قلت له فاميلي هيجيب لي الفاميلي بس. طيب انا قلت له اختار البروجكت فايل، في حاجات مكتوب عليها ار اي سي، ار اي سي يبقى ده معماري ما نرجعه بيه، ار اس تي ده انشائي، يبقى انا عندي حاجتين هما الار ام اي. تمام، ممكن نختار اي واحده فيهم ونبدا شغل منها. تمام، وليكن مثلا هختار المره دي اللي هو الار ام اي بيزك سمبل بروجكت، بقول له اوبي، نبدا نشوف ان شاء الله المشروع مع بعض. الصوت شغال كده ان شاء الله. الصوت شغال دلوقتي ان شاء الله. الصوت، طب دلوقتي شغال تمام. انا دلوقتي ده فتحت المشروع. تمام، الشاشه الجزء دوت عامل زي الاوتوكاد بالظبط، يعني بتبدا ترسم فيه. ماشي، هنا دي بلاح عندي حاجه اسمها بروبرتيز، بروبرتيز دي اللي هي الخصائص. تمام تمام بلاقي الخصائص، خصائص ايه؟ خصائص اي عنصر انا واقف عليه، يعني لو جيت وقفت هنا على الماسوره ديت او على الحاجه ديت. تمام، قال لي ديت دي كوندت وزود فيتنج، قال لي دي مش ماسوره، ده دي كوندت. تمام، ده سكشن كهربا، فقال لي دي كوندت، دي الاوفست بتاعها سالب متر ونص، بدا يديني معلومات كامله عنها، الدامتر بتاعها قد ايه، الخصائص بتاعتها قد ايه، بدا يديني كل الخصائص على الكوندت ديت. تمام، اي حاجه اقف عليها، يعني وقفت مثلا على الواحد ديت هيبدا يديني الخصائص بتاعتها، بيقول لي دي لايتنج بانل بورد. تمام، دي حاجات الكهرباء، دي ارتفاعها 1500، وبيبدا يديني الخصائص بتاعتها. اي حاجه اقف عليها بيبدا يديني الخصائص بتاعتها. تمام، يعني لو جيت وقفت مثلا على حيطه مثلا او اي حاجه من هنا هيبدا يديني خصائص الحيطه ديت. يعني انا شغال في حيطه مش عارف دي ازاز ولا مش ازاز، مجرد ما اقف عليها بيبدا يديني الخصائص بتاعتها. دي قال لي بيزك وول، الخصائص بتاعتها كذا، من دي من الدور التاني للدور كذا، المعلومات كل المعلومات الخاصة اللي موجودة ليها بيبدأ يديها لي.
تمام، ده الجزء الخاص بالبروبرتيز. لو انا مش واقف على حاجه بيديني خصائص الفيو دوت، بيديني خصائص يعني نسهلها شويه، اللوحه ديت هي مش لوحه، هي عباره عن فيو. هو هنا ده عباره عن فيو، ده عباره عن سيكشن، تمام. فلو انا مش واقف على حاجه خالص بيبدا يديني الخصائص بتاعت الفيو، زي ايه؟ زي السكيل قد ايه؟ 1 لـ100. هتعرضه بأنهي شكل؟ بشكل خفيف شويه ولا نورمال؟ تمام. الديتيل، الديتيل، شوف انا اخترت شكل خفيف، بدأ يديني خفيف. نورمال بدأ يديني الشكل الحقيقي بتاعها، تمام. درجة التفاصيل، هل هي كورس تفاصيل قليلة؟ هتلاقي الحاجات دي بقت سنجل لاين، تمام. ودي ميزة جميلة جدا، ان انت ممكن تقول ايه للراجل للعميل، انا هبعت لك الشغل سنجل لاين، عجبك واتفقنا على الفلوس هبعت لك دبل لاين، فترسمه وتخليها كورس، اتفقت معاه وخدت الفلوس وخلاص، وافق على المشروع وقال لك ما فيش مشكله، هبقى مجرد بس ان انا اغير الزرار ده الشغل كله هيبقى فاين. انا اسف، اسف جدا، معلش، انا اسف جدا جدا. لقيت نفسي خرجت من الشات، في مشكله في النت. ايوه باشمهندس، انا مع حضرتك اهو. ايوه باشمهندس، انا اسف، معلش. انا لقيت النت فصل معايا، خلاص باذن الله. طيب هكمل اخر حته ان شاء الله. هو دلوقتي هنا بيجيب لي الخصائص بتاعت اي حاجه هقف عليها، مجرد ان انا هقف هنا مثلا على دوت هيقول لي ان ده كونديت، وده بعد عن الارض مثلا، اقل من الارض مثلا، اقل من الدور دوت بمتر ونص، وده الخصائص بتاعته اهيت. معلش انا اسف، خلاص انا بقى ماشي اهو، خلاص انا بدأت اقول السكرين، تمام. طيب انا دلوقتي لو انا وقفت على اي حاجه من الخصائص ديت، لو انا وقفت مثلا على الحيطه ديت هيبدأ يجيب لي الخصائص بتاعتها، تمام. اي حاجه اقف عليها هيجيب لي الخصائص بتاعتها. يعني لو انا وقفت مثلا على الدور دوت، كل حاجه بقف عليها بيبدا يجيب لي الخصائص بتاعتها. لو انا وقفت مثلا على الكوندت دوت هيجيب لي خصائص وهيقول لي الخصائص مختلفه عن الكوندت اللي تحت. لو انا وقفت على البانل ديت هيبدا يجيب لي الخصائص بتاعتها. ده البانل بورد ديت، صفحه قد كده، وخصائص خاصه بالكهرباء، وهنشوف الحاجات دي ان شاء الله مع بعض، تمام. البانل نيم بتاعتها اسمها ايه، وكم فولت وكم امبير وكل حاجه، تمام. فدي شاشه خاصه بالخصائص. طيب قدر خصائص، قدر خصائص، انا مش بوافق على حاجه خالص، بيجيب لي ايه؟ بيجيب لي خصائص الفيو دوت، يعني بيجيب لي الفيو دوت السكيل بتاعه كام. ممكن اقول له مثلا 1 لـ50. لاحظ اللي هيتغير، ارتفاعات الكتابه نفسها كلها اتعدلت مره واحده، بدل ما كنت في الكات بقعد اعدلها واحده واحده، لا مجرد ان انا عدلت هنا، تمام، هتتعدل في اللوحه كلها. الديسبلاي موديل، هل انت عايزها درجه نورمال ولا هاف تون؟ خفيفه شويه، تمام. لاحظ الهاف تون جابها لي خفيفه، تمام. اقول له انا عايزها نورمال. الديتيل لاين، هل انت عايزها بدون تفاصيل خالص، مجرد الحاجات سنجل لاين، ولا عايزها فاين درجات تفاصيل اكتر؟ دي ميزتها جميله جدا، ان انا ممكن ابعت له لوح سنجل لاين، عجبه الشغل وقال لي انا موافق وهيدفع الفلوس، اديها له بقى فاين، تمام. طيب دي بالنسبه لشاشه الخصائص. طيب هقفلها دلوقتي عشان اشوف الشاشه اللي بعد كده. دي حاجه اسمها بروجكت براوزر. يعني ايه بروجكت براوزر؟ يعني متصفح المشروع كله، ببدا اشوف المشروع كله من هنا، ببدا اشوف مثلا كان مثلا عندي الدور الاولاني الدور الثاني، الحاجات دي كلها ببدا اشوفها، تمام. مجرد ان انا ادوس عليها كان انا فتحت لوحه، كل ما ادوس على واحده فيهم بيفتح لي لوحه، تمام. اهي البرامج يفتح اللوحه بتاعت التواليت روم، الـ3D بتاعها،
ده تولت روم، ده السرير دي بتاعها تمام. برضو الباور اللوحه بتاعته، فكل واحده من دول دي عباره عن لوحه. فاحنا لو بدانا نمسك كده البروجكت براوزر هلاقي ان هو بيجيب لي المشروع كله من اوله لاخره، كل الفيوهات ظهر عندي زي ما انتم شايفين. وهنبدا نتعلم ازاي ان شاء الله نخصصها مع بعض تمام. بلاقي حاجه اسمها الليجند تمام. طيب حد ممكن يقول لنا عن الليجند؟ انا عارف ان كلكم يعني ما شاء الله خبره في الحاجات ديت، فنستفاد منكم كده ان شاء الله. ليجند، ليجند يعني ايه؟ تمام، الله ينور عليك. لوحه مفتاح الرسمه، يعني انا دلوقتي راسم مثلا دوريه وفيها خط مثلا، او جدول رموز باشمهندس محمود وجدي تمام، جدول رموز راسم دوريه وفيها خط، طب دي عباره عن ايه؟ تمام باشمهندس شكري، كل البلوكات اللي بيرست فيها كل الحاجات دي زي الفل تمام. انا دلوقتي مدي الراجل لوحه وفيها شويه رموز، فهو عايز يفهم الرمز ده عباره عن ايه في مخيلتي، الرمز ده عباره عن ايه. فانا بدي له لوحه بقول له دي الدوريه يبقى معناها كذا، المربع معناها كذا، دي معناها كذا. فلو احنا بصينا كده، وبتعمل بطريقه اسهل من الاوتوكاد كمان، وممكن اخد اللوحه في الاوتوكاد ادخلها برضو عندي تمام. دي مجرد كل رمز اختصاره ايه. في عندي ديفيوزر ليجند عباره عن البلوكات او الفاميلي ورمزها ايه او بتعبر عن ايه تمام. ده بالنسبه لليجند. الاسكادولات، خلي بالك الاسكادولات دايناميك، يعني لو عدلت اي حاجه في الشغل هتتعدل على طول في قلب الاسكادولات. لو عدلت حاجه في الاسكادولات هتتعدل برضو وتسمع في اللوح كلها تمام. فالاسكادولات هنا مش زي الاسكادولات لما كانت بتعمل في اي برنامج تاني، لا هنا سمارت وذكيه وبتتفاعل بسرعه جامده جدا. البانل سكادول هو برضو بيعملها بطريقه جميله. احنا مجرد بس بوريكم المشروع او بوريكم البرنامج، وواحدة واحدة هنعمل كل حاجة من الحاجات ديت. ده ريبورت تقرير عن الأحمال اللي موجودة في المبنى، ده قريب من التقرير اللي ممكن تطلعه عن طريق برنامج الهاب لو حد شغال تكييف. الشيتات، الشيتات دي لها 600 اسم، يعني الشيتات أو بيسموها فريم أو لاي أوت أو بيسموها خرطوشة، فكل شركة لها اسم تمام. دي الشتات. تمام اهو ده الشيت بتبدأ تحط الحاجات فيها، وبرضو كل حاجة من دي ليها مزايا في الريفت عن البرامج التانية، هنبدأ نشوفها مع بعض. دي الفاميلي اللي متحملة في المشروع، دي جروب مجموعة عناصر مع بعض، ده ريفت لينك لو انا رابط المشروع بتاعي مشروع تاني معماري او انشائي او اي مشروع يعني ربطه بيه تمام. زي ما كنا بنعمل اكسريف في الكاد تمام. طيب انا دلوقتي عمال افتح لوح، عمال افتح لوح، فتحت لوح كتيره جدا، فكده كل فيو من دول انا فتحته هو ما اتقفلش. يعني انا دلوقتي لما جيت فتحت السكشن ده هو اللي قبل كده ما اتقفلش، لسه مفتوح معايا تمام. ممكن ابدل بينهم من الزرار اللي فوق دوت، اجي هنا وابدا اختار، بلاقي كل الفيوهات اللي انا فتحتها، اختار الفيو ده يقلب معايا يروح للفيو اللي انا اخترته. فدي حاجه كويسه، بس كتر من الحاجات اللي انا بفتحها هيهنج لي الجهاز، هتلاقي الجهاز معاك بقى بطيء تمام. طيب اعمل ايه لو انا عايز ما اخليش الجهاز معايا بقى بطيء؟ اقفل اللوحه اللي انا مش عايز استخدمها، يعني اللوحه دي مثلا مش هستخدمها دلوقتي او خلصتها هقفلها، ودي هقفلها. طب لو انا فاتح لوحة كتيره وهتعب بقى في ان انا اقعد اقفل لوحه لوحه، هاجي من الزرار دوت كلوز هيدن ويندو تمام، هروح داس على الزرار ده خلاص، هو كده عمل لي ايه؟ هيطفي لي الحاجات كل الفيوهات اللي مفتوحه ما عدا الفيو اللي انا واقف عليه تمام. يعني لو انا فاتح لوحتين تمام اهو، لو دوست على كلوز هيدن ويندو هيقفل لي كل اللوح ما عدا اللوحه اللي انا واقف عليها تمام. ده كده هيخلي الريفت معاك اسرع سنه تمام. ماشي، بسم الله الرحمن الرحيم. طيب لو جينا نبص على الشيت اللي فوق ده، دي عباره عن
زراير، حاجات اسرع، كويك تمام، كويك اكسس تول بار، كويك اكسس تول بار بيديني الادوات اللي انا اقدر اشتغل عليها كتير الاسرع. يعني في مثلا ايه، ممكن حاجه انا بستخدمها كتير احطها هنا، هو مفترض ان الحاجات دي اكتر حاجات انا بستخدمها. اول حاجه اوبن، لو انت عايز تفتح اي مشروع او اي فاميلي بقول له اوبن واختار الحاجه وافتحها تمام، ده زرار اوبن. وزرار سيف، لو انت شغال على حاجه وعايز تسيف بقول له سيف تمام. الزرار اللي جنب دوت هنشرحه بعدين اسمه سيكولايزيشن. سيكولايزيشن بيعمل لي حاجه اسمها تزامن، يعني بيسمع شغل بتاعي عند بقيه الناس اللي شغاله معايا في المشروع تمام. دي ان شاء الله محاضره كامله، فمحدش يقلق باذن الله. الزرارين دول طبعا معروفين جدا، اللي هو اندو وريدو، لو انا عايز اتراجع عن اي شغل وعايز ارجع عن التراجع. كان في ناس بتقول لك مش موجود في الريفت، لا هو موجود في حاجات كده، يقول لك مش موجود في الريفت، لا هو ممكن يكون اللي بيقول كده بس ما احتاجش بيها، بس الريفت فيه اختصارات. يعني ممكن ارسم باختصارات، ممكن اقول له مثلا دي تي تمام، يعرف ان انا عايز ارسم دكت فيبدا يرسم لي دكت تمام. اهو ممكن ابدا ارسم الدكت اهو، ماشي. هنشوف ان شاء الله زي ما بعض نرسم الدكتات دلوقتي باذن الله تمام. بعد كده بلاقي اداه ميجر، عايز لو انا عايز اقيس حاجه بقول له مثلا اقيس لي من هنا لهنا، فبيقول لي دي مثلا ايه 5 متر. بس الاداه دي مجرد انها بتقيس، ما بتعملش دايمنشن. يعني الدايمنشن مجرد ان انا مشيت بالماوس او نفذت امر تاني الدايمنشن بيختفي، اي امر تاني خلاص الحاجه بتختفي. دي مجرد بس ان انا اعرف طول حاجه او المسافه، البعد بين حاجه وحاجه تانيه تمام. طيب اللي بعد كده اللي هو اللاين دايمنشن، بيبدا يرسم لي الدايمنشن اللي انا عايز اشتغل عليه، ده بيفضل معايا في قلب اللوحه تمام. ادي هو الدايمنشن الموجود، ممكن اقول مثلا رسم لي دايمنشن مثلا من هنا لهنا، ده دايمنشن حقيقي هيفضل معايا تمام. بعد كده بلاقي حاجه اسمها تاج. ايه التاج ديت؟ التاج دي احنا بنشرح بس يعني ايه نظره سريعه على البرنامج النهارده، وان شاء الله كل حاجه من دي هناخدها بالتفصيل لحد ما تزهقوا ان شاء الله تمام. التاج ديت عباره عن تكست، بس التكست ذكي. طب تعالى نشوف فايدته ايه. هقول له تاج واعلم مثلا على ديت تمام، جاب لي مجرد ان انا علمت على دي جاب لي الخصائص بتاعتها، قال لي دي البوتوم اوف داكت بتاعها كذا تمام. طيب ممكن اقول له تاج واعلم على واعلم على الاير تيرمينال ديت او مخرج الهواء دوت، فكتب لي ان كميه الهواء اللي فيه 150 تمام. ماشي. طيب لو انا دلوقتي عايز اغير خصائص ديت، اعلم اقف عليها واقول له كنترول 1، كنترول 1 بيجيب لي شاشه الخصائص اللي احنا شفناها من شويه. من شاشه الخصائص هقول له كميه الفلو مش 150 لا 200، انا ما عدلتش في الكتابه، انا عدلت في الشغل اللي موجود، فراحت دي اوتوماتيك اتغيرت تمام. فدي فايده التاجات، ان الكتابات بتتغير حسب ما شكل، حسب ما الشغل موجود. يعني لو الضغط ده لاي سبب من الاسباب طلع او نزل، البوتوم اوف ضغط بتاعه هيتغير تمام. يعني هنا البوتوم اوف الاوست بتاعه كذا، طب لو انا غيرته هتلاقي التاجات التاج على طول اتغير. فدي ميزه قويه جدا جدا في التاجات، ان انا مش هغير الشكل والكتابات ما اتغيرتش، او اغير الكتابات وانسى اغير الشكل تمام. طيب ممكن اغير الشكل ده، يعني انا ده بلوتوم في ضغط، ممكن اجي هنا دي الخصائص اقول له لا ده انا مش عايز تكتب لي الليفيشن، انا عايزك تكتب لي الضغط سايز، فكتب لي الضغط سايز 650 في 350. وينفع اخلي الاثنين مع بعض، يعني عدل في التاج لان التاج ده عباره عن فاميلي تمام، عدله بحيث ان الاتنين يظهروا مع بعض، او اخلي حاجه تالته تظهر معاهم، مفيش اي مشكله خالص تمام. طيب ده 650 في 350، لو جيت على الضغط وقلت له خليه 750 الكتابات على طول اتغيرت، التاجات اتغيرت. التاج حاجه ذكيه جدا، مجرد ان الشكل اتغير التاجات تتغير على طول تمام. فده ميزه جميله جدا للي شغال في الشغل بتاعنا من سنين، يلاقي نفسه مثلا
عنده شغل كتير قوي، فغير تصميم وعمل مثلا اوفست للضغطات. خلي بالك لو احنا عملنا الشكل ده حاولنا نعمله بالكاد، هضطر ان انا امسح واعمل اوفست واعدل الشكل لا ده مجرد ان انا وقفت عليه وعدلت الرقم اتغير اوتوماتيك. تمام، يعني اجي هنا اقول له لا انا مش عايز 250، انا عايز 400. ذهني كله متفرغ ان انا اطلع بتصميم كويس. تمام، اهي لو انا كتبت تاج هنا جاب لي الارتفاع. طب انا ممكن اقف عليه هنا واقول له انا مش عايز الارتفاع، انا عايز داكت سايز. تمام، هتلاقي 400 في 250 لقط على طول الحاجات، ولو غيرت هنا اوتوماتيك هتغير. تمام، طيب بعد التاجات بلاقي تكست، وده امر تكست عادي خالص زي اللي موجود في الكاد. هتيجي هنا وتكتب اللي انت عايزه. ماشي، خلي بالك انا هكتب بالعربي، مفيش اي مشكله خالص ان انت تكتب بالعربي، هو معتمد على الفونتات بتاعه الويندوز. الكاد كان فيه مشكله لان هو معتمد على فونتات خاصه بيه، فكانت ساعات الكتابات ما تلاقيش شغاله. تمام، طيب تعال نشوف اللي بعد كده. اللي بعد كده ديفولت 3 دي فيو، مجرد ان انت تدوس عليها هيجيب لي المبنى 3 دي. طبعا الامر ده انا مش هستخدمه كتير على قد ما اقدر، لان الجهاز ايه الجهاز عندي قديم شويه فبيهنج قوي معايا. تمام، ده الشكل في 3 دي. الخصائص دي خصائص الفيو، من اهم الخصائص دلوقتي اللي احنا عايزين نعرفها مثلا الديسبلين. ديسبلين هو كده بيعرض لي الشكل اللي يناسب الميكانيكال. طيب لو انا قلت له اعملها لي يناسب المعماري، تمام، هيجيب لي الشكل زي ما المعمار عايز يشوفه. المعمار طبعا عايز يشوف حيطان، الميكانيكال مش عايز يشوف الحيطان، ده هو تركيزه كله ان هو يشوف الضغطات والبايب، فجايب لي الحيطان شفافه. تمام، فلما اقول له ارتكشر خلاص جاب لي الحيطان يعني سوليد، بحيث ان انا اشوف ايه الحيطان، ولو في حاجه فوق الحيطان ممكن اشوفها زي ايه المكنه ديت دي فوق الحيطان فانا شايفها. تمام، طيب لو عايز الف المبنى بدوس شيفت والبقره بتاعت الماوس والف عادي. وممكن المكعب دوت الفيو كيوب ادوس على اي حرف من الحروف بتاعته يجيب لي الحاجه ديت، يعني ممكن اقول له اتالي توب، اتالي من الجنب زي ما انا عايز، اتالي توب هو كده التوب. تمام، طيب هقفل ديت نرجع للشكل القديم. طيب لو انا عايز ارسم سيكشن، طبعا السكشن دي احنا كنا بنقعد فيها بالساعات. بص سيكشن، مجرد هقف هدوس على السكشن علم على اول نقطه والنقطه اللي تحت، يعني مجرد حددت نقطتين. تمام، وهاجي على السكشن كليك يمين جو تو فيو، خلاص السكشن اترسم كله يعني من اوله لاخره. فموضوع السكشن خلاص ما حدش يقلق منه، مجرد ان انت بتدوس فوق وتحت خلاص السكشن اتعمل. يعني مجرد هدوس هنا سكشن واقول له ارسم السكشن مثلا من هنا لهنا، خلاص وجود فيو خلاص هيرسم السكشن. طيب هنا الحاجات ظاهره معايا سنجل لاين، اعمل ايه عشان اخليها دبل لاين؟ بلاقي عن تحت هنا الديتيل ليفل، هقول له لا انا عايزها فاين، تبدا الحاجات تظهر معايا ايه فاين، تبدا تظهر معايا شكلها قريب قوي من الطبيعي. تمام، لو انا عدلت اي حاجه هنا في البلان هتعدل معايا في السكشن. تمام، يعني انا لو جيت هنا في السكشن، خليني في السكشن ده مثلا في البلان، وجيت ولغيت دوت اكتشفت ان هو غلط فرحت لغيه، ارجع للسكشن الاقيه اتلغى اهو زي ما انت شايف. طيب لو جيت هنا في السكشن ولغيت التاني دوت، تمام، انا ببدل بكنترول تاب. تمام، بلاقي خلاص اتلغى من البلان، ودي اقوى حاجه في الريفت اللي هي ريفيز انستانتلي، ان انت هتعدل في حاجه هتعدل هتسمع في بقيه الحاجات التانيه، هتعدل في البلان هتلاقي اتعدلت في السكشن، هتعدل في السكشن تلاقي اتعدلت في الاسكادولات في البلانات في كل حاجه.
تمام. طيب في حد كان بيسأل؟ طيب ده موضوع السكشن، وده سهل جدا ولذيذ وبيوفر معايا وقت كتير جدا. تمام، ما بقاش في ذهني ان انا اعمل سكشن، ولو رسمت سكشن بيتعدل بسهوله جدا. طيب لو قلت له سين لاين، ايه اللي سين لاين؟ الزرار اللي بعد كده، ده بيجيب لي الحاجه هتتبع بأنهي تخينه. تمام، يعني خلي بالك الضغط ده معمول ان هو تبع التخين. طيب لو دوست على العلامه دي جاب لي تخانه، لغى لي التخانه، لو دوست عليه تاني هجيبها لي بالتخانه الحقيقيه بتاعتها. تمام، لو وقفت عليها هتلاقي الاختصار بتاعه تي ال، يعني مجرد ان ادوس عليه كده يجيب لي الحاجه من غير بخطوط عاديه ملوش دعوه بالطباعه. لو دوست عليه تاني خلاص هيجيبها لي في خطوط الطباعه. تمام، طيب الاثنين دول احنا لسه شايفينهم من شويه، ده كلوز هيدن ويندو بيطفي كل الويندو غير الويندو اللي انا واقف عليها. باجي هنا ممكن لو انا عايز اشيل حاجه من دول اروح قايل له مثلا شيل الاندو، تمام، وشيل لي الريدو مثلا. عايز ترجعهم تاني اتعلم عليهم صح، ماشي. ممكن اقول له هنا شو بيلو ذا ريبون، ايه الريبون دي؟ الريبون هو الجزء دوت، تمام، بدل القوايم هو عامل ريبون. هاجي هنا اقول له كليك يمين شو كويك اكسس تول بار بلو ذا ريبون، خلاص هينزله تحت الريبون. عايز اطلعه تاني بسيط، اجي هنا اقول له ايه اباف، تمام. ممكن اجي هنا برضو واقول له كستمايز، كستمايز يبقى اخلي حاجه فوق قبل حاجه، يعني اقول له السيف ديت خليها قبل الاوبن او تحت الاوبن، السنكرونايزيشن مثلا خليها فوق، ابدا ارتب الحاجات زي ما انا عايز، ماشي. اقول له كانسل، ولو عايز الغي حاجه عندي زرار الالغاء اللي هو دوت، تمام. طيب لو في امر من هنا بستخدمه كتير، يعني مثلا لو انت شغال تكييف وعاجبك امر الضغطات مثلا، هاجي هنا على الضغط كليك يمين اد تو كويك اكسس تول بار، هيتضاف لي اهو. ففي اي وقت عايز ارسم ضغط هاجي هنا وادوس وابدا ارسم الضغط اللي انا عايزه، تمام، جميل كده. طيب بنلاقي هنا شوية في حاجات كده في الريبون. أول حاجة الأرتكشر، ده الحاجات الخاصة بمعماري، تمام. بتلاقي أبواب، شبابيك، حيطان، كولوم، الروف، السيلينج، الفلور، الحاجات الخاصة بمعماري. لو أنت وأنت شغال مثلا حبيت ترسم وول أو دور ممكن تيجي على طول تقول له أنا عايز أرسم وول وتبدأ ترسم الحاجة اللي أنت عايزها. استراكشر، حاجات خاصة بإنشائي زي البيم، زي الفاونديشن، طبعا الريبار مش هنستخدمه طبعا في الام اي بي مش للدرجه دي، بس لو انت عايز ترسم مثلا فاونديشن معينه، تمام. طيب اهم حاجه بالنسبه لنا قائمه السيستمز اللي هي الاتشيفاك، تمام. بتلاقي في التكييف بتلاقي ان انت ترسم ضغطات، وبتلاقي ان انت ترسم الاير تيرمينال، مش ترسم، تبدا بقى تصمم الميكانيكال اكيوبمنت، البايب، البلامنج، الحاجات اللي خاصه بالكهرباء زي الواير، الكيبل تري، الكونديت، الكيبل تري فيتنج، الاكيوبمنت، بتلاقي حاجات لايتنج اهيت، الحاجات الخاصه بالديفايس، لايتنج، فايل الارم، داتا، تمام. دي اهم قائمه احنا هنشتغل عليها، وكان طبعا كل قائم هديكم بس نبذه سريعه عنها بحيث نبقى عارفين كل قائمه بتعمل ايه. سؤال في المعمار العفش بيدخل ازاي؟ طيب هو ممكن لو انت عايز تدخل زي اي حاجه من الحاجات المعماري ممكن ببساطه اقول له من كومبوننت، هقول له بليس ا كومبوننت، وتبدا بقى تحط مثلا تشوف انت عايز تحط ايه، هتلاقي حاجات جاهزه، تمام، او تقول له لود فاميلي وتبدا تحمل سواء اي فاميلي انت عايزها، ممكن تحمل دولاب، سرير، زي ما انت عايز. ايجيبت هتدخل في الفاميلي اللي عندك، اي فاونديشن، فهتلاقي الحاجات الخاصه مثلا بمعماري، تبدا تشوف ايه اللي انت عايز تحمله، عايز سرير، دولاب، كل الحاجات دي هتلاقيها موجوده ان شاء الله. معلش انا كاتب بعربي فعمال ادوس حرف الاف مش لاقط. فرنتشر اهيت، هتلاقي الحاجات ديت، ترابيزات، ابواب، شبابيك، زي ما انت عايز. يبقى ببساطه تاني من اركتكشر هتلاقي كومبوننت، هتلاقي
بليس كومبوننت، بليس كومبوننت تمام. موديل ان بليس ده يبقى انت هتعمل فاميلي، بليس كومبوننت هتحط فاميلي وتقول له لود فاميلي وتحمل الفاميلي اللي انت عايزها تمام. نرجع للحاجات بتاعتنا، قائمه انسيرت، بلاقي هنا ان انا ادخل حاجه جوه ملف الريفت، زي ان انا ادخل ملف كاد، ان انا اربطه بملف ريفت، اربطه بملف كاد، ادخل صوره، ونعرف الفرق ان شاء الله بين امبورت كاد ولينك كاد تمام. هنا انسيرت ببدا ادخل اللي انا عايزه تمام. لود فاميلي لو عايز تحمل فاميلي مش موجوده في المشروع بقول له لود فاميلي واشوف الفاميلي بتاعتي فين واحملها، اختار اي فاميلي انت عايزها تمام، واقول له اوبن تتحمل معايا في المشروع وابدا اشتغل بيها عادي تمام. خلي بالك الفاميلي نوعين، في سيستم فاميلي وفي لودابل فاميلي. سيستم فاميلي يعني فاميلي موجوده اصلا في البرنامج، زي الضغطات والبايب والكيبل تري، الضغط والبايب والكيبل تري تمام. دي حاجه سيستم فاميلي ما بتحملهمش من بره، انما بقيه الحاجات بتبدا تتحمل، زي ايه؟ زي مثلا البلومنج فيكتشر، الحوض، القعده، الحاجات دي بتتحمل، السبرينكلر بيتحمل، الاير تيرمينال بيتحمل، مش موجود في المشروع. يعني لو فتحت مشروع معماري مش هتلاقي الحاجات دي فيها، تبدا انت بقى تحملها تمام. هقول له مثلا انسيرت وابدا اقول له لود فاميلي وحمل اللي انا عايزه. هنا بلاقي اوتوديسك سيك، لو انت بتدور على ايه فاميلي تعالى من قائمه انسيرت هنا واكتب اللي انت عايزه، اقول له مثلا انا بدور على فاميلي كذا، هو يبدا يدخل لك على النت يحملك الفاميلي ديت تمام. بعد كده بلاقي حاجه اسمها انوتيت، انوتيت دي خاصه بالكتابات بس خاصه بالفيو اللي هي فيها. اي حاجه تانية برسمها، يعني لو رسمت مثلا دكت او بايب بتظهر في كل الفيوهات وتظهر في كل السكاشن وتظهر في 3 دي، انما دي ما بتظهرش غير في الفيو اللي هي فيها بس، الكتابات والابعاد والديتيل لاين، كل الحاجات دي بتظهر في الفيو اللي هي فيها بس تمام. انالايز ده تحليل المبنى، عندي تحليل مثلا ممكن اقول له اعملها لي حسب الكولينج لود، او ممكن اقول له لا ده انا عايز كهرباء بانل سكادول، اقول له اعمل لي الدكت تمام. فدي انالايز، بلاقي لو انا عايز اعمل تحليل المبنى فيها ادوات مفيده جدا، من افيد الادوات. بلاقي هنا عندي حاجه اسمها شو ديسكونكت، شو ديسكونكت بقول له اوجد لي الدكت اللي هي مش متوصله بحاجه، في حاجه فيها فلوسات غلط، فهو بيدرس المبنى لو في اي غلطه او حاجه مش متوصله بيقول لي عليها. انا اسف انا النت فصل تاني تمام، فكمل ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله هنكمل، بس نتعرف على القوائم بسريعا. الانالايز ده تحليل للمبنى، ممكن اقول له مثلا حلل لي الكولينج لود، اعمل لي البانل سكادول، الحاجات دي خاصه بالانشاء مالناش دعوه بيها. ماسنج اون سايت خاصه بالموقع العام برضو مالناش شغل فيها كتير. كولبريت خاصه بان انا اعمل تزامن مع بعض في الشغل، ان انا يبقى كلنا شغالين مع بعض وشايفين شغل بعض في نفس الملف ومفيش حد يفتح الملف بيطلع له ريد اونلي. دي ان شاء الله محاضره كامله، فالله المستعان. الفيو ده مسؤول ان انا ممكن اقول له اعمل لي سيكشن، اعمل لي 3 دي فيو، اعمل لي كيل اوت. كيل اوت يعني مجرد تفصيله لحاجه معينه، ممكن اقول له كيل اوت واقول له اعمل لي تفصيله للحته دي واكبرها وابدا اشتغل عليها بدقه اكتر. جو تو فيو، فاقول له مثلا دي بدل ما اخليها 51 لا خليها مثلا 1 ل 20، وابدا اكتب الكتابات اللي انا عايزها بالتفصيل تمام. برضو بلاقي الزرار اللي هو سويتش ويندو وكلوز ويندو، برضو لو انا لغيت البروبرتيز دي من غير ما اقصد والبروجكت براوزر وعايز ارجعهم تاني، بلاقي من قائمه فيو حاجه اسمها يوزر انترفيس، باجي هنا واقول له ايه انا عايز اشوف البروجكت براوزر تاني، فبيبدا يظهر لي، اقول له انا عايز البروبرتيز فيظهر لي الخصائص
تمام. فهنا لو اي واحد فيهم اختفت هاجم الفيو يوزر انترفيس وافعلها. ممكن اقول له ريسنت فايل، ريسنت فايل هيجيب لي الشاشه الاولانيه اول ما بدات الشغل تمام، لو انا عايز اشوفها تاني، لو مش عايزها خلاص بشيل العلامه من هنا. برضك بلاقي حاجه مهمه جدا اللي هي كيبورد شورت كات، الاختصارات بتاعت الريفت تمام. الاختصارات بتاعت الريفت، هو كان بيقول الريفت مش اختصارات، لا هو الريفت الاختصارات وشغالين بيها على طول. يعني مثلا لو قلنا له انا عايز اختصار لموف تمام، بيقول لي موف اختصار ام في. الاختصارات في الريفت مختلفه شويه عن الاوتوكاد. في الاوتوكاد كان تكتب الاختصار وتدوس انتر، لا هنا عباره عن حرف وانتر او حرفين، يعني موف ام في. لو كتبت ام في مش محتاج ان انا ادوس انتر ولا مسافه. لو كتبت ممكن ازود اختصار اقول له ام واقول له ايه اساين، فبقى موف ليه اختصارين ام في وام تمام. لو دوست ام ولازم ادوس مسطره عشان يعرف ان هو ده الاختصار اللي انا عايزه. لو دوست ام في خلاص هيبقى الموضوع ده من غير مسطره. ممكن اجي هنا اقول له ريموف شيل لي الام ده او شيل لي اختصار انا عايزه تمام. وممكن اعمل اكسبورت الاختصارات، لو انا عملت اختصارات خاصه بيا ممكن اعمل لها اكسبورت وبعد كده اعمل لها امبورت من اي جهاز تاني، او لما الويندوز يقع وابدا اسطبه من اول وجديد تمام. ديسكارد اول شيء خلاص. دي قائمه فيو. قائمه مانج اللي بتحكم فيها في الاعدادات بتاعه البرنامج، زي مثلا اعدادات الماتيريال، اعدادات اليونت. تمام طيب السلام عليكم، معلش ايوه هندسه معلش انا اسف والله. اه سامح حضرتك يا باشمهندس. ايوه يا باشمهندس. ايوه سامح حضرتك يا باشمهندس. الو الو ايوه يا باشمهندس سامح حضرتك.
معلش انا اسف للناس كلها فعلا، كل شويه النت بيقطع مني، فانا اسف جدا 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 وحقوا عليا. ماشي يا شونت، لا لو الناس عايزة تكمل انا ما عنديش مشكلة ان شاء الله. طب ايه رأيكم نكمل؟ معلش انا اسف، حاضر، ماشي ماشي فرنس. ماشي يا شمس، بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله هنكمل مع بعض برنامج ريفت ان شاء الله، واعتذر برضو عن المشكله اللي حصلت ديت، وان شاء الله نلاقي حل ليها المشكله الجايه بحيث انها ما تحصلش في المحاضرات الجايه ان شاء الله. تمام. قائمه مانج بلاقي فيها الاعدادات بتاعتي، من اهم الاعدادات احنا بس بناخد نبذه عن كل حاجه، وان شاء الله كل واحده من دول هناخدها بالتفصيل. من ضمن الاعدادات اللي عندي اللي هي اليونت او اختصارها يو ان. تمام. اليونت ببدا اظبط الاعداد بتاعتي، بس الميزه هنا بلاقي ايه؟ بلاقي ان انا ممكن اظبط اليونت في اللينس لوحديها، غير الاريا، غير الفوليوم، غير الاعداد في التكييف. يعني مش معنى ان انا اشتغلت بالمتريك ان كل الشغل بالمتريك، لا، ممكن يكون انا عايز اشتغل الاطوال بالمتر او بالمليمتر، والاتشباك عايز تستخدم البوصه، فاجي هنا اقول له في الدكت سايز انا عايز اشتغل بالبوصه مثلا او بالانش، ثانيه ديسيمل، او بالفيت، زي ما انت عايز. يعني مش مجبر ان انت عشان اخترت حاجه ان انت تكمل معاها، لا، انت ممكن تقول له مثلا عايز اشتغل بالانش، خلاص هيبدا يشتغل بالانش. تمام. دي بس نبذة عن اليونت. اليونت سهلة إعدادها، الميزة اللي فيها إن كل حاجة منفصلة عن التانية. أنت لما تيجي تدخل في اليونت، أهم حاجة في اليونت إن كل حاجة منفصلة عن التانية، ودي ميزه جميله جدا. وعلى فكره اليونت بتعدل اوتوماتيك، يعني خلي بالك كان ده كام في كام، تحول ل 30 في 14. قبل كده كان معايا لوحه كبيره جدا وكنا شغالين بالمليمتر، وقالوا لنا حولوها كلها للبوصه، فتقدر تقول قعدنا اسبوع كامل عشان نحول الموضوع دوت. هنا بيتم في ثانيه، مجرد ان اقول يو ان واختار حاجه انا عايز احولها، اقول له مثلا عايز احول اير فلو مثلا بدل من لتر بير سكند حولها لك كيوب في فيت بير مينت اللي هي سي اف ام، واختار الرمز بتاعها، هل انت عايز سي اف ام تتكتب بالشكل دوت، ولا عايزها تتكتب نان ما تكتبش حاجه خالص، مجرد انك تكتب الرقم، ولا في التكعيب على المينت، زي ما انت عايز. تمام. في اعدادات كتيره في المانج، بس هي الادنس دي عباره عن برامج مساعده او برامج بتدي قوه للريفت، زي موضوع الاثبات. تمام. على سبيل المثال ده مثلا حاجه اسمها فايل ابجريدر. ابجريدر ممكن يكون عندي مشاريع كتيره مستهدفه 2012 وانا عايز استخدمها على 2013، فبقول له فايل ابجريدر بحيث ان هو يعمل لها ابديت على طول، بحيث بدل ما يقعد ايه يهنج لي في كل واحده فيها ثانيه، لا، اعمل الابديت مع نفسك. موديفاي دي اوامر التعديل، واول ما تبص كده تحس انها قريبه قوي من اوامر الاوتوكاد، يعني امر موف، امر كوبي، امر روتيت، امر تريم، ميرور، ديليت، بن. ان شاء الله كل الامور ده هتشرح ان شاء الله بالتفصيل. تمام. طيب قبل ما نرسم ضغطات عايز نشوف حاجه كده في الاوبشن. لو حد عايز يخلي الخلفيه بتاعته سودا، بيجي من قائمه ار ويقول له اوبشن. تمام. وبقول له ايه، انا عايز من جرافيك انفيرت باك جراوند، اعكس لي الباك جراوند. وممكن السليكشن، يعني اقول له ايه، لما احدد حاجه اديها اللون دوت. بري سيلكشن، لما اجي احدد حاجه اديها اللون دوت. اليرت باللون دوت. انا دلوقتي عكس الخلفيه، خلي الخلفيه سودا.
تمام. اي اجي هنا اقول له جرافيك واقول له ايه خليها لي بيضة تاني ماشي، وممكن من هنا من ضمن حاجات برضو لو حد عايز يلغي القائمة بتاعت الاستراكشر اللي هو مش عايزها، ممكن من هنا اجي اقول له شيل لي قائمة الاستراكشر وادوس اوكي. كده خلاص قائمة الاستراكشر مش هتظهر معايا، يبقى معايا عندي اركتكشر وسيستمز. لو حد مثلا خايف ان هو يتلخبط وعايز يشيل القائمة اللي حاسس ان هي هتلخبطه، تمام. دول اهم حاجتين يعني، نبذة بس كده عن الاوبشن، ان شاء الله ناخدهم برضو بالتفصيل، كل حاجة بالتفصيل ان شاء الله. هي دي مجرد محاضرة تمهيدية. تمام. طيب لو قلنا عايزين نرسم مثلا ضغط، نفهم الكيفية اللي بيشتغل بيها الضغط، وجاست ان انت فهمت ترسم الضغط هتلاقي نفسك بتعرف ترسم بايب، بتعرف ترسم الكيبل تري، وكل واحد فيهم انا اشرحها، بس هتلاقي الادوات بينهم مشتركة بطريقة جامدة جدا، لان هما كلهم معتمدين على تكنولوجيا واحدة اللي هي البي اي ام. لو عندك فايل عايز احفظه نسخة قديمة ممكن. لا تمام. لا ما فيش سيف از في الريفت، تمام. واغلب البرامج ما فيهاش سيف از، مش ريفت بس، تمام. طيب لو انا عايز ارسم ضغط هقول له ضغط، بلاقي هو اوتوماتيك مجرد ان انا دوست على ضغط فتح لي حاجه اسمها موديفاي بليس ضغط، بيديني ادوات تساعدني ان انا ابدا ارسم الضغط، وبيسالني سؤال الضغط اللي انت عايز ترسمه ده كام في كام والاوفس كام. هنا 15000، 15000 ده يبقى عالي قوي، هقول له مثلا خليه وليكن مثلا 3000، ارسم لي الضغط ده 3000، والويتس قد كده والهاي قد كده، هبدا ارسم الضغط بتاعي اهو. بمجرد ان انا دوست على اول نقطه وتاني نقطه راح رسم لي الضغط. طيب لو جيت يمين او شمال هلاقي عمل لي كوع، تمام. والكوع ده عباره عن فاميلي، يعني ممكن اخلي الكوع دوت الفاميلي اللي احنا متعودين عليها اللي هي بتبقى ريديوس، فما فيش اي مشكله، تمام. هنا في حاجه اسمها كروب فيو هشيلها وبعد كده بنشرح مع يعني ايه كروب فيو. كروب فيو يعني بيعمل لي الحدود، ما بشوفش اللي بعد كده، فانا هلغي كروب فيو عشان اشوف المشروع كله، تمام. ده المشروع كله، دي حاجه اسمها كروب فيو، يعني ممكن اقول له مثلا عايز اشوف الاوضه دي بس ومش عايز اشوف الباقي. طيب لو انا قلت له ضغط، نرجع تاني وقلت له انا عايز ارسم ضغط 16 في 12 وبدات ارسم، طيب عايز اكبر الضغط، عايز اكبر المساج الويتس بتاع الضغط، هاجي هنا اقول له خلي الضغط ده 20، تمام. هو اوتوماتيك رسم ال 20 ورسم له ايه الريديوسر بتاعه، فهو هيسهل لك كتير جدا، انت مش هتقعد بقى تقعد ترسم انت الريديوسر، لا ده هو اوتوماتيك بيرسم الضغط الكعان والريديوسر والتي، بيقول لك حاجه واحده ركز على التصميم. يعني لو جيت هنا في الضغط ده لو جيت ارسم ضغط خارج من الضغط دوت، هو اوتوماتيك هيحط له التيك اوف بتاعته. طب التعديل سهل، التعديل سهل جدا، مجرد هتقف على الحاجه وتعدل الخصائص بتاعتها. يعني انا عايز اعدل مثلا في الضغط دوت، اعلم على الضغط اللي انا عايز اعدل الخصائص بتاعته واقول له خلي لي الضغط ده مثلا 26، عدل لي الهاي بتاعته، عدل لي الارتفاع بتاعه. طيب لو عايز ارسم طلوع ونزول هقول له ضغط وهبدأ ارسم اهو ده على ارتفاع 3 متر، هقول له لا انا عايز اعمل نزول ل 1200 مثلا، عمل ايه؟ عايزين نعرف عمل ايه؟
هدخل جوه السكشن، هرجع السكشن وادوس كليك يمين. بس خلي بالك السكشن ده كبير، يعني هو هيشوف كل الحاجات دي. طب لو انا عايز اصغره هدوس كنترول 1، هدخل في خصائص السكشن نفسه. دي حاجه اسمها فار كليب اوف سيت، يعني هو يشوف لحد فين. هقول له شوف مثلا لحد 500 مثلا، تمام. فالسكشن بقى المدى بتاعه حته صغيره. جو تو فيو، او السكشن اهو كان ماشي على ارتفاع معين ونزل الارتفاع اللي انا اديته له، ومش على الارتفاع دوت. تمام. طيب لو انا عايز رايزر يرسم لفوق هقول له ضغط، يعني انا عايز ارسم حاجه تطلع معايا كذا دور. تمام. هقول له ارسم الضغط، واقول له اطلع لحد الدور، يعني اطلع لي مثلا لكام، خليها 15000. تمام. واقول له ابلاي كده، انا رسمت رايزر طالع لحد يعني كذا دور قدام، طلع لحد 15 متر. تمام. طيب هقول له سيكشن، وابدا ارسم سيكشن او احرك السيكشن دوت. مجرد انا حركت سيكشن، كل المعلومات اللي في السيكشن اختلفت، بقت تاخد المعلومات من المكان الجديد. اقول له جو تو فيو، خلاص جاب لي السيكشن اهوت. تمام. في حته برضو مش موجوده عشان في حاجه اسمها كروب فيو، اقول له اخفي لي الكروب فيو، او ده السيكشن اهو. اه ده انا رسمت ضغط وطلع معايا لحد روف. طب لو عايز اخد منه فرعات بسيطة، هاجي هنا اقرب من دوت وابدا اخد فرعات اللي انا عايزها. خلاص بدا يرسم اهو. لو طلعت في الدور اللي فوقيه هلاقي، اخد بالي هلاقي ان دي برضو وصلت، دي بقى اترسمت في الدور اللي فوق. كل دور هطلعه هلاقي الحاجات دي اترسمت فيه. اه ممكن تدخل الاحمال بتاعة الضغط وهو يحسبها لك. اه مفيش مشكله. ازاي نعمل سيكشن؟ بسيطه، بلاقي فوق خالص علامه سيكشن اهيت، وببدا اعلم مثلا من هنا اول نقطه وتاني نقطه. الخط ده كله ده حدود السيكشن، يعني السيكشن هنشوف لحد فين. طبعا لو شاف المسافه دي كلها مش هبقى فاهم انا الضغطات مين، فبضطر ان انا اصغر حدود السكشن. اجي على العلامه ديت واسحبها. تمام. طيب اقول له كليك يمين جو تو فيو، هروح للسكشن اول. بس هو هنا سنجل لاين، فاجي هنا اقول له خلاها فاين، تبدأ الحاجات تظهر معايا دبل لاين. تمام. طيب نكمل رسم ضغط. ماشي. عندي حاجة اسمها تاج امبليسمنت. يعني ايه تاج امبليسمنت؟ يعني كل ما ترسم ضغط اكتب عليه المقاس بتاعه او الخاصية بتاعته او التاج بتاعه. هاجي هنا واقول له ابدأ ارسم ضغط. اه هنا ما ترسمش ليه؟ عشان الاوفست بتاعه عالي قوي، فالاوفست العالي دوت خلاه بيرسم في الدور اللي فوقيه. تمام. 5 متر، بينما الدور نفسه كله مش 5 متر، فاقول له ارسم لي على 3 متر. تمام اهو، انا علمت على تاج اون بليسمنت، فهو اوتوماتيك كتب لي التاج بتاعه، هوت كتب لي التاج. بس في حاجه في التاج لو انت خدت بالك منها، هو كاتب لي بوتوم اوف ضغط 2700 2746 2746، بينما لو وقفت على الضغط هتلاقي الخصائص بتاعته ان الاوفست بتاعه 3000. اه ده في مشكله بقى كده، في اختلاف بين الرقم ده والرقم ده. الاختلاف ده سببه ايه؟ الاختلاف ده سببه ان انا برسم الضغط في 3 اختيارات، يا اما ارسم الضغط من اوطى نقطه او من نص او من اعلى نقطه، فهو الاساس بتاعه ان هو بيرسم من النص. تمام. ف3000 ده هو النص، وده البوتوم اوف ضغط بتاعه. تاني، ال 3000 ده المسافه بين نص الضغط
وارضيه الدور بتاعي. انما ده بوتوم اوف ضغط، ده اوطى حته في الضغط. طب لو انا عايز ارسم اوطى حته في الضغط، هاجي هنا بلاقي حاجه اسمها جاستيفيكيشن، بلاقي عندي حاجه اسمها فيرتيكال جاستيفيكيشن، بيقول لي انت عايز ترسم من البوتوم ولا من التوب ولا من الميدل. في كل وقت بتحب ترسم بحاجه، يعني ممكن تكون انت بترسم حاجات وشايف ان الاحسن لك انك ترسم من التوب. طيب انا دلوقتي اخترت ايه؟ البوتوم. هرسم الضغط هلاقيه كتب لي فعلا 3000. ليه؟ لان انا قلت له ارسم من البوتوم، فخد ال 3000 دي في البوتوم. ممكن اقول له ارسمها لي 3000 برضه، خليها لي في التوب، ونرسم سيكشن ونشوف الثلاثه بقى عاملين ازاي. التوب تمام. خلي بالك الارقام مختلفه مع اني ما غيرتش الحاجات، بس الفكره ان انا خليت الرقم اللي انت طوله من التوب مره، ومن المنتصف مره، ومن من البوتوم مره. فاقول له ارسم لي سيكشن، سيكشن اول نقطه وتاني نقطه، كليك يمين جو تو فيو تمام اهو. ده ال 3000، الخط ده اللي هو 3000، مرة رسمها من المنتصف، مرة رسمها من البوتوم، ومرة رسمها من التوب. فاحنا بنرسم نخلي بالنا احنا بنرسم منين بالظبط، وهيطلع معاك ان شاء الله شغل مظبوط تمام. برضه في الجاستيفيكيشن بلاقي حاجة بيقول لي انت ترسم الضغط ده من النص ولا من الليفت ولا من الرايت، يعني من النص. خلي بالك انا برسم الزرار الماوس في نص الضغط، ممكن اقول له انا عايزه في الشمال او في اليمين، اللهم اجعلنا من اهل اليمين تمام، من رايت. اوكي كده انا برسم منين؟ خلي بالك المؤشر بتاع الماوس في ناحية اليمين مش في النص. طيب ممكن اقول له بقى انا عايز ارسم ضغط، بس عايزك ترسمه على مسافة متر من الضغط الاولاني، يعني عندي ضغط وعايزه يرسم على مسافة متر من الحيطة، فعايز انا همشي على الحيطة وهو يرسمه على بعد متر. هاجي هنا هوريزنتال اوف 1000 تمام. يبقى انا بمشي على نقطة وهو بيرسم لي الضغط على مسافة متر من الخط اللي انا برسمه تمام. فدي خاصية برضو جميلة لو انت عايز ترسم حاجة على مسافة معينة من الخط اللي انت ترسمه. فكل دي اختيارات معاك تمام. خلي بالك دي الضغط، لو انت اخترت البايب تقريبا هتلاقي نفس الاختيارات مع اختلاف بسيط، ان انت يبقى عندك موضوع السلوب. لو اخترت الكيبل تري او الواير او كونديت هتلاقي تقريبا نفس الاختيارات ماشي. فمجرد ان انت عرفت حاجة واحدة خلاص دي ان شاء الله بتأهلك الباقي، وان شاء الله برضه هنمسك واحدة واحدة بالتفصيل بإذن الله. فلو انا اخترت دلوقتي الضغط بلاقي عندي حاجه اسمها اوتوماتيك كونكت. ايه اوتوماتيك كونكت ده؟ لو انا برسم ضغط وعديت على ضغط تاني اوتوماتيك وصلهم ببعض. طب لو انا مش عايزهم، لو هما الاتنين على نفس الارتفاع، طب مش عايزهم يوصلوا ببعض، بس بسيط هشيل العلامه من هنا وارسم عادي. يبقى كده الضغط ده ما توصلش بالضغط الاساسي تمام. يبقى انا عندي هنا في الضغطات مراجعه بسيطه، الويتس والهاي والاوفسيت، وبلاقي هنا عندي جاستيفيكيشن اللي هو الرسمه يبقى من فوق ولا من تحت ولا من الجنب، وبلاقي هنا ايه اوتوماتيك كونكت. طيب بلاقي بعد كده حاجه اسمها انهيرت اليفيشن. يعني ايه انهيرت اليفيشن؟ لو انا عايز ارسم ضغط من ضغط تاني، يعني انا عندي الضغط ده مثلا، انا عندي كل ضغط من دول على ارتفاع، فانا عايز الضغط يبقى برانشة منه بس مش عارف الارتفاع ده كام، يعني عايز اخد خاصية الارتفاع. انا مثلا عندي الضغط دوت ماشي، انا عايز ارسم الضغط ده برانشة بس مش عايز ارتفاعه، مش عايز اقف عليه واشوف الخاصية كام. تمام.
وابدا اخدها منه كوبي، لا انا عايز اوتوماتيك البرنامج يفهم هو الارتفاع وياخده على طول. فاجي مكالمة دكت اقول له سيستم، اقول له انا عايز ارسم دكت، واجي حاجه اسمها انفرت انهرت انهرت اليفيشن، تمام، واجي من هنا خلاص هو اوتوماتيك هياخد الارتفاع من الدكت ده ويبدا يرسم منه. ثانيه واحده اختار، يعني انهرت اليفيشن بيورط نفس الارتفاع. انهرت اليفيشن خلاص، حتى لو انا كاتب هنا الارتفاع غلط، يعني كاتب مثلا 1000 وعلمت على انهرت اليفيشن، خلاص هو مش هيرسم على 1000. ثانية، انهرت اليفيشن هو خد 3000، ما خدش ال1000، هو خد 3000. ليه؟ لان انا علمت على الانهرت اليفيشن. طيب اللي بعد كده انهرت سايز، يعني ايه انهرت سايز؟ يعني انا دلوقتي الضغط بتاعي صغير 12 في 20، لو جيت هنا قلت له انهرت سايز، انهرت سايز واعلم على الضغط دوت واللي ارسم هنا، عمل ايه؟ خد الرقم ده، يعني انهرت يعني بيسرق، فهو هنا انهرت اليفيشن خد الاليفيشن، انهرت سايز خد السايز. والله زي ما حضراتكم عايزين، يعني اللي عايز ان احنا نكمل يدوس واحد، اللي عايز ان احنا خلاص ماشي. هو انا اسف ان انا كل شويه الحاجه تقطع، واسف تاني على التطويل، بس انا عارف ان الكهرباء ممكن تقطع المحاضره الجايه، فبنحاول نخلص. فان شاء الله باذن الله الباوربوينت اي حاجه انتوا عايزينها ان شاء الله هتلاقوها في موقع الضريب. يا باشمهندس ابعت لحضرتك طبعا، ان شاء الله ابعت لحضرتك على الميل باذن الله.